طبعاً الحمد لله اليوم في هذا الصباح تم الإعلان عن بإذن الله طرح 3 مناقصات. هذه المناقصات بإذن الله بيكون فيها طرح 360 شقة إن شاء الله في بالتعاون مع القطاع الخاص في مدينة سلمان، كذلك بناء 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان و 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة. فطبعاً هاي نوع من أنواع التعاون أكيد ممكن يلبي تطلعات المواطنين الموجودين اليوم على قوائم الانتظار، وكذلك وجود التمويلات اللي تساعد في هذه العملية، وخاصة نحن قد ما نقدر نوفر العقارات اللي تناسب قيمتها قيمة التمويلات اللي موجودة. طبعاً إحنا برنامج مزايا هي من البرامج اللي إحنا طبعاً نفتخر فيها، وهي من أول البرامج اللي كانت فيها تعاون كبير مع القطاع الخاص، وبدأ من 2013. الحمد لله المسيرة طويلة وكثير من المستفيدين استفادوا منها، وإن شاء الله إحنا بإذن الله نتطلع مع إطلاق التمويلات الجديدة اللي هو برنامج تسهيل نحن نرفع من عدد المستفيدين إن شاء الله خلال المرحلة القادمة.